وآل محمد وأهل بيت محمد صلى على محمد وعلى آل محمد وصحاب محمد وأهل بيت محمد صلى على محمد وعلى آل محمد وصحاب محمد وأهل بيت محمد صلى على محمد وعلى آل محمد وصحاب محمد وأهل بيت محمد صلى على محمد وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا ومولانا ونبينا وشفيعنا ومرشدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والرحمة. اللهم إنك عفو مهب رفف عفا عنا يا كريم يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك زيادة في العلم وبركة في الرزق والسلامة بالإيمان وراحة من الموت ولا تعذبنا بعد الموت يا خالق الحياة والموت ونجاة من النيران. اللهم ربنا انزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا آية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. اللهم لا تبتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا من ملائكتك من الظالم. اللهم أحسن عاقبتنا في أمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم يا رفيق يا شفيق أنت ربنا على التحقيق نجنا من كل هم وغم وضيق. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أرنا لقاءك الكريم بلا حساب ولا عذاب. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت الغني الحكيم. اللهم ربنا توفنا مسلمين وبهدنا وبالصالحين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اغفر همومنا وغمومنا. اللهم فرحنا يا كريم يا أرحم الراحمين. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اللهم إياك نعبد وإياك نستعين. اللهم اهدنا الصراط المستقيم. اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا صلاة هذا العصر مع الجماعة المسلمين بقبول الحسن كما تقبلت من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللهم اهدنا خير الدنيا وخير الآخرة واصرفنا يا مولانا جميع شر الدنيا وشر يوم الآخرة. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر.